مساء الخير مشاهدي بيروت سيتي وصوت بيروت انترناشونال عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم حسين خليس من أمام البرلمان اللبناني، حيث كان هناك اجتماع بين النواب المستقلين والتغييريين ونواب المعارضة. صار في كتير تسميات، والنواب كل النواب يلي حضروا هن 17 نائب. أعتقد معي الدكتور النائب بلال حشيمي. دكتور بلال، أنتوا 39 كان من المتوقع يجي 38، صرتوا 17. لا شو اللي عم لا كنا متوقع يكون 31 32 كمان 32. لانه انا ممثل عن الائتلاف النيابي المستقل يلي بيتمثل بكتله الاعتدال وكتله المستقلين. طب اليوم كم ائتلاف صار المستقلين خي انتبه، نحن لقاء جامع، في عنا ازمه بالبلد ومعظم النواب الموجودين معظمهم مستقلين، فلذلك حلو يكون في هناك لقاء جامع على نفس الهدف اللي هو انتخاب رئيس جمهورية هامنا بالوقت الحاضر لإنقاذ التدهور الحاصل في هذه البلد، مش هيك ولا لا؟ طيب هلأ نحن منقول حلو الديمقراطية وحلو تعدد الآراء وما بعرف شو، نعم. بيقولوا حلو الحرية، نعم. هلأ وقت تعدد آراء وديمقراطية وأجواء، في تعدد يعني لك في تعدد يعني هلأ وقت إنه واحد نقعد نعيش الديمقراطية بظل انهيار اقتصادي، انهيار مالي، انهيار أمني واجتماعي وسياسي وفراغ انت. يعني بس قصدي ما عم بتحطوا انت برايك تبقى بالفراغ ولا شو؟ انتخاب رئيس جمهوريه إيه، انتخاب رئيس جمهوريه بحد ذاته بحل ازمه كبيره ولا لا؟ لانه المعاناه اللي مرينا فيها خلال 6 سنوات يلي مر فيها عهد ميشيل عون كان بؤس وكان جهنم وكان اللي بدك اياه. فهلا بالوقت الحاضر ما نحن نمشي بنفس المعاناه، يعني ما راح نقبل نحن نرجع نعيد الكره بانتخاب بتمديد الازمه او انتخاب شخصيه بتشبه ميشيل عون او شخصيه بتشبه ايميل لحود مثل ما كان واعدنا امين عام الحزب. وهذا هو اللي بس، فلذلك نحن عم نجتمع لنلاقي رؤية موحدة بانتخاب رئيس يكون جامع للكل، رئيس يحافظ على الدستور، رئيس ينفذ اتفاق الطائف، رئيس يكون مفتاح على العالم العربي اللي هي شريان أساسي لنا. ما فينا نجي نحن نرجع نعيش. سمير جعجع قال عنكم أنه كل واحد لحاله عنده كيان خاص وفكر وفلسفة، بس قصدي هلأ طب شو الفوارق بيناتكم؟ بهالكيان هذا شو الفوارق بيننا؟ اجتمعنا كلنا سوا على انتخاب ميشيل معوض ولا لا؟ اجتمعنا كلنا سوا على انتخاب ميشيل معوض، يعني نحن عندنا نفس الرؤية. نعم في بعض الأمور يلي أكيد بدنا نتعاون مع بعضنا لنجي لنلاقي صيغة معينة. ما عم تكملوا بالخطة مزبوط، يعني عم بغيب منكم، عم يرجع يتقلص الصوت يرجع يجي. لا بعدنا لك وين، بعدنا نفس الشيء، طلعنا لل 44 في ناس غياب هلا، يعني صارت الجلسات روتينية وهذا منه مقبول، يعني ما منهم أقول أنا أطرق من لبقاع وهذا يطرق مشوار من عكار وهذا يطرق مشوار من طرابلس وهذا من الجنوب لنجي نحن نحط ورقة بيضاء، ما هذا كمان منه مقبول. الشعب انتخبنا لنحاول إعادة لبنان إلى ما قبل 2017. اليوم عشو اتفقتوا بهذا الاجتماع اللي دام بس ساعة ونص؟ عشو اتفقتوا آخر شيء؟ ومين الأشخاص اللي يعني اللي ما إجوا اللي أو اللي بطل بدهم ينتخبوا ميشيل معوض؟ في حدا؟ خيليك الموضوع، أول شيء الجلسة هي لقاءات دائمة، كان دائما عندنا نحن نهار الثلاثاء التقينا بالصيف. اليوم شو في شيء جديد؟ كملنا جديد انه بعدنا عم نحكي برئاسة الجمهورية وعم نحكي بموضوع انه الجلسات التشريعية، في هناك جو انه بمقاطعة الجلسات التشريعية، وفي عند الائتلاف اوكي ما بيطرح انه خلينا نناقش الموضوع اكثر، لانه يعني في طرف عم بيقاطع مدخل انتخاب رئيس جمهورية. ما فينا كمان نحن نكون بجو مقاطعة أيضا للأمور التشريعية اللي لها علاقة بالمواطن وخصوصا الضرورة منها، فلذلك في نقاش والنقاش مستمر لأجل إيجاد صيغة معينة، بس الهدف هو الأساسي هو العمل على انتخاب رئيس جمهورية لحل الأزمة اللي عايشين فيها. قدمتوا تقدمنا، يعني نحن تقريبا ما زلنا يعني من اسبوع لهلا، بعتقد نهار الخميس يمكن تبلور الامور اكثر واكثر، بس نحن مصرين بعد انه بانتخاب رئيس، والدليل على ذلك لما نرشح حاله ميشيل معوض
اوكي زميل ميشيل معوض كان عنده الشجاعه يقول انا مرشح رئاسه جمهوريه، فتتفضل النواب ترشح او تفضل الطرف الاخر يرشح مين مكان لحتى نشوف شو بنعمل، بس ما فينا نضلنا برزم معين على طول بنطلع قديش صرنا كم عدد الاصوات اللي وصلنا له 50 صوت 48 صوت 47 صوت. هذا انا بعتقد نحن عم نعمل رساله عم نقول للطرف الاخر ان احنا بدنا رئيس جمهوريه. اكيد في مواصفات. مين من التغييريين هلا ما بقى بدهم ميشيل معوض؟ مين؟ مين بدك تسأل التغييريين؟ بتسألني ليه؟ ليه في قسم من التغييريين صوت لميشيل معوض؟ مش هيك وضاح وغيره صوتوا لميشيل معوض، بس في قسم اوكي بدك تسألهم انه هل في مجال صوتوا لميشيل معوض ولا لا؟ بدك تسأل التغييريين. انا طب انتوا اليوم ما بحثتوا بالناس المعرقله وبامكانيه انكم تحدثوا يعني خرق داخل البرلمان؟ بالوقت الحاضر لا، كان الموضوع فقط قصة رأس الجمهورية وقصة الجلسات التشريعية اللي بدأت نعمل بالوقت الحاضر، والعمل على إيجاد أفق لوضع يعني وضع أسس معينة لنكمل بمشروعنا. اليوم عم تنعقد هيدي الجلسات، جلسات انتخاب الرئيس، عم تكون بالشكل هي منفذة للنظام الداخلي للبرلمان، ولكن بالمضمون عم تخرج بلا نتيجة. هذا الأمر برلمانيا بالدستور ما بتتحاسب عليه؟ يعني بمعنى من يحاسب أو من يحاسب أو من يحاسب من؟ نحن عم نعمل اللي علينا، أنا عم بيجي من البقاع وهذيك عم بيجي من آخر الدنيا لحدا بالشكل يعني بالشكل، بس عم نجي منتخب رئيس بنحط اسم ميشيل معوض، مش عم نجي نحط ورقة بيضاء أو منفوت على الصالة الثانية لحتى نشرب قهوة، لا، نحن عم نجي ننتخب رئيس، فبدك تسأل الطرف الآخر إنه أنت شو بدك؟ نعم طرحوا علينا موضوع إنه هن بيختاروا الرئيس اللي بدهم إياه، لا، في فريقين موجود، دين اثنيناتهم سوا وتبرهن على هذا الموضوع بالجلسات السابقة اللي بينت إنه ما في حدا يختار رئيس أو ما في حدا يمشي برئيس على ذوقه. ثنائي وحلفاء وأصلاً متفقين على اسم وقالوا قولكم انه بدنا اياه؟ لا ما مش عم يقولوا بعد لانه بيخافوا يحرقوه قال. طيب بالنسبه لموضوع التسويه، يعني هن كلهم عم بيقولوا، الطرف الثاني عم بيقول انه لبنان ما فينا ننفذ فيه لا قواعد اللعب الديمقراطيه الحقيقيه ولا الطائف كما هو منصوص، يعني انما بده يكون في هناك تسويه لحتى تنحل الامور. انتم شو رايكم بهالموضوع خصوصا انه ما عندكم القوه انكم تعرقلوا؟ عندنا القوه، ليش ما عندنا القوه؟ عندنا القوه ولو مرقت علينا بانتخاب نائب رئيس المجلس ومرقت علينا باللجان وبغيرها وانتخاب هلا الانتخابات اللي بين انه لا لنا وزن ومنه هين، فلو في عندهم القوه كانوا انتخبوا رئيس وما عندهمش مشكله، ولكن اثنيناتنا سوا متساويين بهذا المعادلة. هلا اكيد لبنان بده رعاية اقليمية لحل هذا الموضوع، لانه خي حسين لما شفنا بخلال فترة بسيطة تم ترسيم الحدود، يعني بخلال فترة بسيطة شهر شهرين ثلاثة اكيد تم ترسيم الحدود يلي من اصعب الملفات الموجودة ومن اعقد الملفات يلي نحن دائما يكون ما هي ثمرة 12 سنة شغل 12 انا لا اعتقد، يمكن جو اوكرانيا ساعدنا بشكل كبير، بس اخرة النهار ترسم حدود، مش انه عم نحكي ترسم حدود مع عدو صرنا من 6/43 نعتبره العدو الصهيوني اللي ياخد ارضنا المحتله اللي كذا اللي كذا، مش هيك ولا لا؟ ترسمت حدود برعايه امريكيه اكيد برعايه يعني هلا انتم هلا بس كان انت بس بهذا الموضوع انه مين اللي عمل هالترسيم؟ مش امريكا والسفيرة افتخرت والجماعة تبعنا افتخروا وكلهم افتخروا انه رسموا الحدود، مش هيك؟ وعملوا انجاز ضخم وهذا يعني بيعبر عن انه قديش قوية وكذا. طيب اوكي عال تفضل يا يو اس اي وغيره، يعني انتو مع البطرك الراعي بتنفيذ دعوة لمؤتمر دولي؟ لا مثل ما رسموا الحدود بطريقة سلسة بليلة ما فيها ضوء قمر اوكي وانعطى ضمانات للتنقيب وغيره، نفس الشيء فينا نعمل اوكي انتخاب رئيس جمهوريه اوكي بيحافظ على البلد وسيادي وعنده افق معين بالاصلاحات وبغيره بغيره فينا، بس ما فيك تقول لي انا وقت اللي بدي رسم الحدود هاي مش تدخل
بتدخل بالشؤون اللبنانية، وقت اللي بدي ينتخب رئيس تدخل بالشؤون اللبنانية ده منه مقبول. يعني نحن كلبنانيين للآن ما قادرين نحكم حالنا بحالنا. لخص لي مش قضية ما تحكم بحالك، انت عم تعمل جهد، وانت الجهد تبعك اكيد بده مساعدة من برا. ما بدنا نضحك على بعض، احنا عم نعمل جهد قد ما فينا، وعم ننتخب وعم نرشح، رشحنا وانتخبناه وعم نحاول كل مره نزيد عدد. ليه المجتمع الدولي ما عم يتطلع فيكم؟ يعني اصلا ميشيل معوض انه متهم بانه امريكي ومتهم بانه سعودي، ليه ما حدا دعم؟ لك عم اقول لك شو، لازم يخلصونا من الامبرياليه الصهيونيه العالميه، ما بعرف شو هيدي الشعارات الرنينه، يخلصونا منها، ما عاد في منها هاي، خلاص هيك ترسمنا الحدود وعطينا ضماني للتنقيب. شو يعني هاي؟ بتقلي خلاص عم بنقول لك الطرف الاخر شو، الطرف الاخر نحن بدنا نعيش اخر تنهار العالم السني والشيعي والمسيحي. قصدي ليه ما دعموه لميشيل معوض؟ يعني دوليا نحن وين محلنا من الاعراب اليوم؟ انا ليش بدي دعموه اليوم؟ انت نظرتك بدك تسالهم، هن عم بيقولوا انه هو شخصيه. دكتور انت بالسياسي خبير، ونظرتك للمجتمع الدولي شو اليوم؟ ليه ما عم يتطلع فيكم كرمال تنتخبوا رئيس؟ بده المجتمع الدولي، بده الفوضى بلبنان، بده الشغور. ما بعتقدش بعد مش مستوي الامور لحتى يعطي جو من الهيك المساعده بهذا الموضوع. هلا الطرف الاخر بيقول ميشيل معوض هو تحدي، وانا ما بعرف كيف تحدي لمن واحد عم بيقول لك انا بمشي بالدستور وبمشي بالطائف وبمشي بكيان البلد وبمشي بكذا. ما بعرف يعني شو معناتها، بس على الحالتين نحن عم نعمل اللي علينا. نتمنى انه الله سبحانه وتعالى يهدي هالكل، اوكي، ويكون في نوع من الحوار للتلاقي لا ايجاد سبل معينه، لانه الشعب ما عادش فيه يتحمل. هذا هو الاساس، المواطن عايف حاله، المواطن منزل، عم ينزل على المستشفيات. كم صوت رح يجيب ميشيل معوض بالجلسه اللي جاي هلا؟ هلا بعد بكره نهار، انا يمكن نهار الخميس الصبح بقول لك قد ايه، ما فيني هلا اقول لك قد ايه، بس مبدئيا يعني بعدنا على نفس ال. طيب اخر شيء، نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بيقول انه بدنا رئيس يحترم المقاومه. بدنا رئيس يحترم الشعب، مش هيك؟ بدنا رئيس يحترم الشعب. مش اذا هالتناقض هالقد بالافكار كيف بدنا نحلها؟ لك يا خي كمان ما فيك تجي انت الشعب عم بيعاني وبعدها بنفس الرزم. ما عملنا ترسيم حدود، مش هيك؟ مش عملنا ترسيم حدود وعملنا نوع من العطينا الضماني. شو المقصود برايك باحترام المقاومه؟ يعني احترام المقاومه، هل المقاومه لازم تضلها مثل ما هي؟ يعني هل يعني يعني لازم نضلنا برزم انه نحن حاملين سلاح ومتهيئين لمقاتله العدو ونحن رسمنا الحدود مع العدو؟ كيف كمان لو ما في سلاح ما رسمنا؟ كمان لو ما في توازن قوى اكيد، لو ما في ايران كمان ما رسمنا، مش هيك ولا لا؟ لو ما في امريكا ما رسمنا، ما نحن ما فيناش نرسم لحالنا، بدنا اكيد فيك. اخر شيء الطرف الاخر شو عم تعرفوا عنه؟ مين بدهم؟ سليمان فرنجيه ولا جبران باسيل ولا مين بدهم؟ والله هذا السؤال شوي صعب، لانه ما عم تتابع، لازم تكون تعرفين. عم بتابع بس انه هل جون سليمان فرنجيه اكثر من جبران باسيل؟ ما بتعرف، بتعرف بعتقد اللي عنده اكثر ولاء، بعتقد بدهم واحد يكون عنده ولاء، وهذا اللي قلته حضرتك انه بدهم، يعني بدهم، انا نقلت عن بدهم يحموا المقاومه، بدهم ما يخونوا المقاومه، بدهم مثل ايميل لحود، وبدهم مثل ميشيل عون. ايميل لحود العهد يلي كان فيه القتل والاغتيالات ودمار المؤسسات والاستبداد، وميشيل عون العهد يلي كان فيه عركلي لكل شيء فيه له علاقه بالدوله من ناحيه الحكومه، 3 سنين بلا حكومه وثلاث سنين ولا كفيت وغيره. يعني انا ما بعرف هل نحن لازم نضلنا، شو استشفيت من الثنائي؟ شو استشفيت منهم؟ متفقين او مختلفين؟ الله يهديهم ويهدينا معهم. متفقين او مختلفين؟ الله يهديهم ويهدينا معهم، مش هيك ولا لا؟ الله يهديهم ويهدينا معهم. فيمكن مختلفين على باسيل، بس يمكن متفقين على سليمان، بس انه اخر تنهار نحن بدنا رئيس لتكتمل المؤسسات الدستوريه، بدنا رئيس
لحتى نرجع نعيد هيك الثقة بلبنان. بدنا رئيس لحتى نعطي الأمل للشعب يلي عانى الأمرين. ما عاد فينا نمد الأزمة بشكل طويل ونعملها مثل ما عملنا بال 2014 ضلينا ل 2016. الوضع بال 2014 ل 2016 الوضع كان مختلف عن هلا. هلا وضع اقتصادي مرير، وضع اقتصادي ذليل، وضع اقتصادي صعب جدا. هل فينا بعد نقعد على مناكفات؟ لا، تفضلوا نجتمع ونلتقي على كلمة سواء، وهذه الكلمة سواء نختار الرئيس المناسب لهذا البلد. ما نقعد نحط الشروط ما هذا وهذا وهذا. لا انت فيك تمشي بشروطي ولا انا فيني امشي بشروطك، بس فينا نلتقي بصيغة معينة بس لحتى نطلع بالشعب يلي مش انه بس سني. الشعب يلي فيه السني والمسيحي والشيعي والدرزي يلي 85% عم بعيش تحت خط الفقر اللي شايفينه. فلذلك يعني مثل ما قلنا حلو نتلاقى جميعا ونلاقي حل للأزمة يلي عايشين فيها. أكيد بدنا مساعدة من برا لابد، لحتى كمان نجمع أكتر ونطلع من هلا آخر السنة برئيس مع رئيس حكومة يكون متآلف مع بعضهم. ما يصير فينا مثل الحكومات اللي سابقة ومثل الرؤساء اللي سابقة والعهود السابقة. فنتمنى نصل لنا. النائب في البرلمان اللبناني كنت معنا من أمام البرلمان. إذن يعني كما هو المشهد السياسي لا يزال على ما هو عليه. الطرف المعارض يريد ميشيل معوض رئيسا، أما الطرف وهو المتمثل بالثنائي الشيعي وحلفاء الثنائي الشيعي فإنه لم يسمي أحدا حتى هذه اللحظة متذرعا بالقول على لسان النائب علي حسن خليل بأنهم يريدون اسم رئيس، لا يريدون اسم مرشح ليحرقوه في صندوق الاقتراع. شكرا لكم متابعي صوت بيروت انترناشونال ومتابعي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك.